الفصل الرابع. ومن اللي عرف الرب يسوع باللي الفريسيين سمعوا باللي التلامذ كيجيوا لعنده وكيعمدهم اكثر من يوحنا، واخا ماشي يسوع براسه هو اللي كان كيعمد ولكن التلامذ ديالو، خلى بلاد يهوديه ورجع تاني للجليل، وكان خاصه يدوز من السامره. ويوصل لواحد المدينه في السامره سميتها سخار، قريبا للفدان اللي كان عطاه يعقوب لولده يوسف. وكان تم البير ديال يعقوب، وحيث كان يسوع عيان بالصفر جلس في جنب البير، وكانت الساعة جواه 12. وجات واحد المرأة من السامرة باش تسقي الماء، وقال لها يسوع أعطيني نشرب. وكانوا تلامدوا مشاو للمدينة باش يشريوا الماكلة، وهي تقول له المرأة السامرية أنت يهودي وأنا سامرية، إيوا كيفاش كتطلب مني نعطيك تشرب؟ حيت اليهود ما كيتعاملوش مع السامريين. وجاوبها يسوع وقال لها كون عرفتي أش كيعطي الله وشكون هو اللي كيقول لك أعطيني نشرب، كون راكي انت اللي طلبتي منه وعطاك الماء ديال الحياه. وقالت ليه المراه اسيدي انت ما عندك دلو والبير غارق، ايوا منين جاك الماء ديال الحياه؟ واش انت احسن من جدنا يعقوب اللي عطانا البير وهو براسه شرب منه وشربوا منه ولاده والبهايم ديالو؟ وجاوبها يسوع وقال لها كاع اللي كيشرب من هذا الماء غادي يعاود يعطش، ولكن اللي غيشرب من الماء اللي غنعطيه ليه انا راه عمره ما غادي يعطش، والماء اللي غنعطي ليه غادي يولي فيه عين كتفيض بالماء الحياه الدائمه. وقالت له المراه اسيدي اعطيني هاد الماء باش ما نعاودش نعطش ولا نجي لهنا باش نسقي. وقال لها يسوع سيري وعيطي على راجلك ورجعي لهنا. وجاوبات المراه وقالت له ما عندي راجل. ورد عليها يسوع عندك الحق من اللي قلتي ما عندي راجل، على حقاش كانوا عندك 5 رجال والراجل اللي كيعيش معاك دابا ماشي راجلك، هادشي اللي قلتي راه صحيح. وهي تقول ليه المرأة كيبان لي أسيدي باللي انت نبي، جلودنا عبد الله في هاد الجبل وانتوما كتقولوا باللي أورشليم هي الموضع اللي خاص يتعبد فيه الله. وقال لها يسوع تيقيني يا المرأة راه غادي يجي واحد الوقت اللي فيه ما غاديش تعبدوا الآب لا في هاد الجبل ولا في أورشليم، انتوما كتعبدوا اللي ما كتعرفوهش، أما حنا راه كنعبدوا اللي كنعرفوه، حيت النجا غيجي من اليهود، وغيجي واحد الوقت وراه جا دابا في اللي كيعبدوا على حق غيعبدوا الآب بالروح والحق، على حقاش الآب كيقلب على بحال هادو اللي كيعبدوه. الله روح، واللي كيعبدوه خاصهم يعبدوه بالروح والحق. وقالت ليه المرأة أنا كنعرف باللي المسيح اللي هو المسيح غادي يجي، ومن اللي غادي يجي غيفسر لنا كل شيء. وقال لها يسوع راه هو أنا اللي كنت أتكلم معاك. وديك الساعة رجعوا تلامدو وتعجبوا من اللي لقاوه كيهضر مع امرأة، ولكن حتى واحد ما سولو أشنو بغيتي ولا علاش كتهضر معها. وخلات المرأة القلة ديالها ومشات للمدينة وقالت للناس. أجي وتشوفوا واحد الراجل قال لي كاع داكشي اللي درت، واش يمكن يكون هذا هو المسيح؟ وخرجوا الناس من المدينة وجاوا لعند يسوع، وفي نفس الوقت كانوا التلامذ كيطلبوا يسوع وكيقولوا ليه المعلم كل، ولكن هو رد عليهم عندي ماكلة كناكلها ما كتعرفوهاش نتوما. وبداو التلامذ كيقولوا لبعضياتهم واش جاب ليه شي واحد ما ياكل؟ وقال لهم يسوع ماكلتي هي ندير مراد هذاك اللي صفتني ونكمل الخدمة ديالته، ياك كتقولوا من دابا 4 شهور غيجي الحصاد، إوا راني نقول لكم هزوا عينيكم وشوفوا الزرع في الفدادن كيف ولا طايب وموجود الحصاد، والحصاد كياخذ الاجره وكيجمع الغله للحياه الدائمه باش يفرح هذاك اللي كيزرع وهذاك اللي كيحصد. وما كذبش هذاك اللي قال
واحد كيزرع والاخر كيحصد. راني سفتكم باش تحصدوا داكشي اللي ما ضربتوش عليه تمارة. ناس خرين ضربوا تمارة وانتم كتجنيوا الغلة التمارة ديالهم. وآمنوا بيسوع في ديك المدينة بزاف ديال السامريين بسبب كلام المرأة اللي كانت كتشهد وكتقول قال لي قاع داكشي اللي درت. وملي جاوا لعندو السامريين طلبوا منه باش يبقى معاهم وبقى تما يومين. وزادوا امنوا به بزاف الناس بسبب كلامه. وقالوا للمراه راه حنا ماشي غير بسبب كلامك كنامنوا، ولكن كنامنوا حيت حنا نيت سمعناه وعرفنا باللي بالصح هذا هو المنجي ديال الناس الدنيا. ومن بعد ما دازت يومين خرج يسوع من تما ورجع للجليل، حيت يسوع براسه شهد باللي ما كاينش شي نبي كيتحترم في بلاده. وملي وصل الجليل رحبوا به الجليليين على حقاش مشاو لأورشليم في يامات عيد الفصح وشافوا كاع داكشي اللي دار يسوع تما في يامات العيد. ومن بعد رجع يسوع لقانا اللي في الجليل في نرد المخمر. وكان في كفر نحوم واحد الخدام ديال الملك ولده مريض. وملي سمع هذا الرجل باللي يسوع جا من بلاد اليهودية للجليل مشى لعنده وطلبوا يمشي معاه باش يشافي ليه ولده اللي كان قريب يموت. وقال له يسوع ما كتأمنوا غير إلا شفتوا العلامات والعجائب. وقال له الخدام ديال الملك أسيدي أجي معايا قبل ما يموت ولدي. Before my child dies. ورد عليه يسوع وقال سير راه ولدك حي. وآمن الراجل بالكلام اللي قال له يسوع ومشى. وملي كان الراجل غادي في طريقه للدار تلقاو ليه العبيد ديالو وقالوا ليه باللي ولده حي. وهو يسولهم فاش من وقت برا ولده وجاوبوه البارح مع الوحدة ديال النهار تحيدت منه السخانة. وعرف البو باللي هذيك هي الساعة اللي قال ليه فيها يسوع راه ولدك حي. وآمن هو وعائلته كلها. وكانت هذه هي العلامة الثانية اللي دارها يسوع من اللي رجع من بلاد اليهودية للجليل. ومن بعد هاد الشي في الوقت فاش كان واحد العيد ديال اليهود طلع يسوع لأورشليم. وكان في أورشليم حدا باب الغنم واحد الشريج الماء سميته بالعبرية بيت حسدة دايرين به 5 القاعات. وكانوا ناعسين في هاد القاعات بزاف ديال الناس مراض فيهم العميين والعرجين والزحافة كيتسناو الماء ديال الشريج يتحرك. على حقاش كان واحد الملاك كينزل بعض المرات للشريج وكيحرك الماء. والمريض اللي نزل هو الأول من بعد التحرك ديال الماء كان كيتشافى كيف ما كان المرض اللي فيه. وكان تما واحد الرجل فيه واحد المرض مدة 38 عام وشافوا يسوع متكي وعرف باللي راه هذه مدة طويلة باش مريض. وهو يسوله واش بغيتي تبرى؟ وجاوبوا المريض
ما عنديش أسيدي شي واحد هنا اللي ينزلني للشريج في الوقت فاش كيتحرك الماء، ومن اللي كان بغي ندخل ليه كينزل واحد آخر قبل مني وهو يقول لي يسوع. نوض هز فراشك وسير. Pick up your mat and walk. وديك الساعة تشاف الراجل وهز فراشه ومشى. وهذا الشيء وقع نهار السبت، وقالوا اليهود لهذاك اللي تشافى راه اليوم السبت حرام تهز فراشك، ورد عليهم وقال هذاك اللي شفاني هو اللي قال لي هز فراشك وسير. وسولوه شكون هذا اللي قال ليك هز فراشك وسير، ولكن الرجل اللي تشافى ما كانش عارف شكون هو، حيث يسوع بعد على الموضع اللي كانت فيه جماعة الناس. ومن بعد هذا الشيء لقاه يسوع في بيت الله وقال ليه ها انت دابا تشافيتي، ايوا ما تبقاش تدير الذنوب باش ما تطرى ليك حتى حاجة كفس من ذاك الشيء اللي كان فيك. ومن بعد مشى الرجل وخبر اليهود باللي يسوع هو اللي شفاه. Who had healed him. وعلى هاد الشي كانوا اليهود كيقلبوا كيفاش يقتلوا يسوع، حيث كان كيدير هاد الشي نهار السبت. ورد عليهم يسوع وقال با كيخدم حتى لدابا. وحتى أنا كنخدم، وبسبب هاد الشي بداو اليهود كيقلبوا كتر كيفاش يقتلوه، ماشي غير حيت ما دارش بالقانون ديال السبت، ولكن حيت قال باللي الله باه وهكا حسب راسه بحال الله. وجاوب يسوع اليهود وقال لهم نقول لكم الحق، ما يقدرش الولد يدير شي حاجه من راسه، ولكن ما كيدير غير الحوايج اللي كيشوف الاب كيديرهم، على حقاش كل حاجه كيديرها الاب كيديرها ولده حتى هو، حيث الاب كيبغي ولده وكيوريه كل ما كيدير وغيوريه خدمه اكبر من هذه، وهاكا غادي تعجبوا. كما الاب كيبعث الموتى وكيحييهم، هاكا الولد حتى هو كيحيي اللي بغى. الاب راه ما كيحكم حتى على شي واحد، ولكن عطى الحكام كل الولد باش الناس يعطيوا العز للولد كما كيعطيوا العز للاب، واللي ما كيعطيش العز للولد راه ما كيعطيش العز للاب اللي صيفطو. ونقول لكم الحق، اللي كيسمع كلامي وكيآمن بهذاك اللي صفتني راه عنده الحياة الدائمة، وما غاديش يتحكم عليه في يوم الدين، وغادي يكون داز من الموت للحياة. ونقول لكم الحق، غادي تجي واحد الساعة وراها جات دابا فاش غادي يسمعوا الموتى صوت ولد الله، وكاع اللي غيسمعوه غيحياو. وكما من الآب كتجي الحياة راه عطى الولد حتى هو القدرة باش تجي منه الحياة، وعطاه حتى السلطة باش يحكم على حقاش هو ولد الإنسان. ما تعجبوش من هاد الشي، راه غيجي واحد الوقت اللي فيه قاع الموتى اللي في القبور غيسمعوا الصوت ديالو وغيخرجوا من القبور. هادوك اللي داروا الحسنات غيتبعتوا للحياة، وهادوك اللي داروا السيئات غيتبعتوا باش يتحاكموا.
انا ما نقدرش ندير شي حاجه من راسي، ولكن كان حكم بداك الشيء اللي سمعت، وبالحق كان حكم على حقاش. ما كنقلبش باش ندير المراد ديالي، ولكن باش ندير مراد هذاك اللي صيفطني. كون كنت كنشهد لراسي كون راه شهادتي ما صحيحاش، ولكن كاين واحد اخر كيشهد ليا، وانا كنعرف باللي شهادته صحيحه. راكم صيفطتوا المرسولين ديالكم ليوحنا وشهد ليا بالحق، وماشي على الشهاده ديال شي بنادم كنعول، ولكن كنقول هاد الكلام باش نتوما تنجاو. كان يوحنا قنديل شاعل مضوي، وانتم قبلتوا تفرحوا بالنور ديالو غير وقت قليل، ولكن عندي شهاده اكبر من الشهاده ديال يوحنا، حيث الخدمه اللي عطاها ليا الاب وخاصني نكملها هي براسها كتشهد باللي الاب صيفطني. والاب اللي صيفطني هو براسو كيشهد ليا، وانتم عمركم ما سمعتوا صوته ولا شفتوا وجهه، وكلامه ما ثابتش فيكم. على حقاش ما كتامنوش بهذاك اللي صيفطو. انتم كتقلبوا مزيان كتب الله، على حقاش كتظنوا باللي عندكم فيهم الحياه الدائمه، وراه هاد الكتب هما اللي كيشهدوا ليا. واخا داكشي ما بغيتوش تجيو لعندي باش تكون عندكم الحياه الدائمه. راني ما كنتسناش العز من الناس، ولكن كنعرفكم وكنعرف باللي ما فيكمش محبه الله. انا جيت باسم با، وانتم ما مرحبتوش بيا، والى جا شي واحد اخر غير من راسو هذاك غترحبوا به. كيفاش تقدروا تامنوا وانتم كتسناو العز من بعضياتكم؟ والعز اللي ما كيعطيه غير الله بوحده ما كتقلبوش عليه. ما تظنوش باللي انا غادي نشكي بكم للاب، راه اللي غادي يشكي بكم هو موسى اللي دايرين فيه رجاكم. على حقاش كون كنتو كتثقوا بموسى كنت قتو بيا، حيت هو كتب عليا، وإلا كنتو ما كتثيقوش الكتب ديال موسى كيفاش غادي تثيقوا كلامي؟